هل يجوز أن أبيع شيئا من الحلي بدون علم زوجي لأتصدق به؟ إذا كان الذهب مثبت في قائمة العفش والزوج موقع عليه لازم تستأذنيه، لأنه هو أمانة عند الزوج لو وقع في قائمة العفش أنه استلم منك كذا جرام من الذهب على سبيل الأمانة. إذا أردت أن تبيع تستأذنيه وتثبت المبيع، أما إذا لم يكن كذلك مثبتا فلك أن تبيع ما شئت. والنساء لما حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في صلاة العيد قامت المرأة إلى خرصها وسخابها فألقت في حجر بلال دون الرجوع إلى زوجها.